وجوه الناس في باب التبانة تتنفس نقمة على الدولة، دولة يرون أنها تخلت عنهم. شوارعهم متعبة وجدران مبانيهم محترقة، هم ملوا انتظار التعويضات الشحيحة بعد كل معركة. يقف عبد الحميد مكتوف الأيدي أمام شق العمر، أمضى 50 عاما في بيع الدجاج. هو صاحب مطعم الحنون، حيث للكثيرين من أهالي طرابلس ذكريات معه. بدأ ترميمه من ماله الخاص لأنه مصدر رزقه الوحيد. كل جولة من فوق أو تحت المحل بتعور، ومن الوحدة شو جولة لا يعني أعطيني زي بالله شو بيعطيني 900,000 ليرة، أعطيني مرة واحدة 900,000 ليرة. أنا حط $1,000 من المحل، كل علقة بيطبط محل، بيطبط شيء منه يعني، بس هلا المرة هيدي راح كله تقريبا. لا يكفي الناس ما عانوه في الجولة الأخيرة، المعارك السابقة راكمت دمارا لم تلتفت إليه الهيئة العليا للإغاثة حسب ما قالوا. نحن واقفين هون فوق مبنى مقطوع على مبنى، بقطع باللحظة الصينية بيبيعوا علينا المبنى. هذا دولة ما عرفت أقرب عليها بالإغوثة أبدا. 3 معارك مرقت ما عملوا لي إغوثة للمحل. بيقولوا لي بتجي فرقة تانية بتعمل إغوثة ونوطرين. حتى الأوساخ المتراكمة لم تجد من يزيلها على الرغم من الروائح الكريهة المنبعثة منها. خلص الاشتباك تاني يوم الصباح، ما ضل حدا، عضو بلدية، مختار، هدول بيعملوا عرض أزياء، بتصوروا حد الأحداث، حد القصة عم تصير. وبعدها ما حدا شالنا شيء بالمرة، ما حدا طلع فينا يعني. يحاول السكان هنا إيصال صوتهم بشتى الطرق، هم أقاموا مهرجانا خطابيا تحدثوا فيه عن معاناتهم. لكن التعويض عن الأضرار المادية المباشرة يبقى مبتورا، فلا تعويض اقتصاديا عن البضاعة التي فسدت في المحال في خلال فترة الإقفال القصري، كذلك لا تعوض الدولة عن الإعاقات الدائمة. وإلى حين الالتفات بجدية إلى ألم التبانة ستبقى النار مشتعلة تحت الرماد.